السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. أخواني بتمنى منكم صلوا على النبي، اذكروا الله لا إله إلا الله سيدي محمد رسول الله. أول شيء بحب أتشكر رب العالمين وبتشكر كل أخ وكل أخت عم يشوفني على قناتي على اليوتيوب وكمان كذلك الأمر على الفيسبوك. بارك الله بالجميع ولكل مين عم يدعم هاي القناة. أخواني حبايبي بتمنى منكم ما تنسوا تعملوا لنا متابعة على الفيسبوك وكمان تشتركوا بالقناة، وأهم شيء تعملوا مشاركة لهذا الفيديو. مثل ما شفتوا أنتم بعنوان الفيديو، أهم أربع عوامل لحتى نحن نبلش إنتاج من طيور الكناري. شو هي العوامل الأربعة الأساسية والرئيسية لحتى نحن نبلش إنتاج من هاي الطيور؟ إذا أنت ما حققت هاي الشروط الأربعة أكيد أخي الكريم ما فيك تبلش إنتاج. تمام؟ تابع معي الفيديو وخليك معي للنهاية. طبعا أنا بالنسبة إلي حكيت عن الأربع عوامل لكل عامل بفيديو خاص ومنفصل بالتفصيل، ولكن بهذا الفيديو حبيت أجمع الأربع عوامل أو الأربع شروط بفيديو واحد. بالنسبة إلي أنا حكيت بفيديو سابق عن نسبة الرطوبة. تمام؟ بالنسبة للرطوبة أنا قلت الماكسيموم مثلا 80، بس مو معنى أنك أنت كمربي تثبت الرطوبة عندك 80 بغرفة طيورك، هذا الشيء غلط. أنا بالنسبة لي اللي متابعني بيعرف جبت جهاز اللي هو خافض للرطوبة أو بيظبط درجات الرطوبة أو بينزل درجات الرطوبة. يعني تقريبا بالنسبة للرطوبة لازم تكون درجات الرطوبة ما بين 40 to 60 or 70، بس أنا وقت قلت الماكسيموم 80 يعني المفروض منك أنت ترجع تنزلها على 60 or 70، ما بتضل ثابتة على 80. شو السبب؟ السبب هي عبارة عن أنت خلقت جو لجراثيم للبكتيريا للطفيليات. إذا كانت درجات الرطوبة ما بين 80 or 90 or 95 مثل ما شفتوا انتوا عندي بغرفة الانتاج، بس ولكن هذا الحكي امتى كان؟ بالشتاء، يعني ما كان عندي انتاج نهائيا. بس بمرحلة الانتاج لازم تكون الرطوبة ما بين 40 to 70. هاي اخواني حبايبي حكينا عن الرطوبة تقريبا من اول عامل او اول شرط لشروط الانتاج. شو السبب نحن لازم نثبت الرطوبة ما بين 40 to 60 or 70 لحتى نتفادى كتير مشاكل مثل ما قلت لكم انا يلي هي ممكن يصير عندك لا سمح الله جراثيم بكتيريا طفيليات، او لحتى نحن نتفادى موت الفرخ داخل البيضة. تمام اخواني؟ وبعض المشاكل اللي هي ممكن تصير مع طيورك لا سمح الله اللي هي مشاكل التنفسية. اذا كانت مرتفعة عندك درجات الرطوبة مثلا فوق 80 or 90، وجب عليك اخي الكريم اذا انت عم تربي بقلب غرفة تجيب جهاز لحتى تثبت او لحتى يزبط لك الرطوبة. تمام؟ اما بالنسبه للاشخاص يلي عندهم درجات الرطوبه منخفضه يعني مثلا بين 20 30 تقريبا 35، وجب عليك اخي الكريم تهوي الغرفه، نفتح باب نفتح شباك. تمام؟ او منقدم حمام السباحه مثل ما نكون ملاحظين هلا. هاي بسم الله ما شاء الله عم نقدم حمام السباحه للفراخ البركي، اذكر الله بسم الله ما شاء الله. وكذلك الامر بتقدم يعني اذا كان عندك جوز او انتاي او الذكر تقدم له حمام السباحه لحتى يرطب جسم هذا الطير. العامل الثاني او الشرط الثاني يلي هو درجات الحراره. اخواني حبايبي اذا عندك درجات الحراره مرتفعه تمام ما بصير عندك انتاج، او ممكن يصير عندك كثير مشاكل، وجب عليك اخي الكريم تخفضها. كذلك الامر شلون وكيف بفتح مثلا الشباك، بفتح له مثلا الباب، او ممكن مثلا ركب شفاط اللي هو بيسحب الهواء من داخل الغرفه لبرات الغرفه، او ممكن مثلا تقدم لهم كمان برضه حمام السباحه. تمام؟ اما بالنسبه اذا كانت عندك انت درجات الحراره منخفضه كثير ما تقدم اي نوع من نوع التدفئه. وصراحة بهذا الوقت أو بهي الظروف إذا عندك أنت درجات الحرارة منخفضة ما بحفز أنا أنك تبلش أنت إنتاج، وأكيد ما رح يكون في إنتاج بهي الظروف إذا كانت درجات الحرارة منخفضة. أما بالنسبة للعامل الثالث أو الشرط الثالث اللي هو أخواني حبايبي ركزوا مظبوط، ساعات الإضاءة كتير مهمة كتير مهمة كتير مهمة. كتير منكم اخواني حبايبي خاصة اللي عم ربي بغرفة مثلا عنده جوز او عنده جوزين بيقول لي مثلا الجواز جاهزة
الذكر عم يغرد، الانتاي مثلا جاهزة وانا بعرف 100% جاهزين، بس ولكن لحد الساعة الانتاي ما لفت العش، او دخلت الذكر عن الانتاي ما صار توالف، او ما كبسها، او ما شبه ذلك. كتير مشاكل. كتير منكم كمان عم يعاني من موضوع مثلا عم يلاقي البيض تبع الانتاي بأرضية القفص، او اذا عندك كمان الانتاي مفرخة عم يلاقي الفرخ بأرضية القفص. اخواني حبايبي، ست ساعات الإضاءة كمان كذلك الأمر من أضرار ساعات الإضاءة، إذا ما أنا ثابتة ممكن تور تدخل بغيار الريش، تمام؟ فأخواني حبايبي، نحن بدنا ننتج ساعات الإضاءة كم ساعة؟ من تقريبا 10 ساعات 12 ساعة ل 16 ساعة 14-16 ساعة ماكسيموم، تمام؟ ما بجي أنا مثلا بقدم لطيوري ساعات الإضاءة مثل ما أنكم ملاحظين ساعات الإضاءة مثلا 5 ساعات وبقول بدي أنتج، ما بقدم مثلا 20 ساعة وبقول بدي أنتج. في عالم استغربت فيها عم يقول لي 24 ساعة الضوء عنده شغال 24 ساعة، هذا الشيء غلط. طيب ابن الشام قديش بيقدم لطيوره بالنسبة لساعات الإضاءة؟ بعطيهم تقريبا من الصبح تمام للمسويات، يعني تقريبا 15-16 ساعة، وبرضه بس طفيت الضوء عليهم هاد نحنا هاي ضفينا الضوء تمام. شو بساوي انا؟ طبعا في عندي هذا الضوء هو عبارة عن شحن بيشحنه انا، تمام اخواني؟ هلا بنعمله نحنا هيك، بنحط 50% او 100%، لا انا بدي خليه 50 لحتى يكون ضوء خفيف عليهم، تمام؟ مثل ما نكون ملاحظين ضوء خفيف. اذا بدي خليه الضوء مثلا انا عالي، الله العالي مثلا، او يكون قوي بخليه 100%. شوف الضوء فرق عندك، شايف كيف؟ طبعا هلا انا عم بحكي معكم تقريبا يعني الساعة بالخمسة، تمام اخواني؟ رح اوضح لكم صورة انا باذن الله تعالى بالفيديوهات القادمة، رح يصور لكم اياها بالليل كيف تكون عندي انا الغرفة وقت يكون الضوء مطفي. يعني الضوء الخفيف لازم تحطه اخواني حبايبي. شو السبب؟ رح اقول لك شو السبب. الضوء الخفيف اخواني حبايبي، اذا في عندي انتاي بيضة او انتاي عندها فراخ بدها تقوم بالليل تاكل لطعم فراخها او لتاكل هي او لتشرب مي، اقل شيء تعرف ترجع على العش او تعرف تقوم او تطلع من العش. ممكن تلاقي انت البيضة او الفرخ بارضية القفص لانه الغرفة عندك انت معتمي تمام، وما شافت العش او ما عرفت ترجع على العش. فالضوء الخفيف كتير ممتاز وكتير منيح. طبعا هذا الحكي كل اللي عم احكي لكم اياه هلا انا، اذا انت بدك تنتج تمام، مو بايامات موسم الراحه او موسم غير الريش او موسم التجهيز، هذا الكلام كلياته بموسم الانتاج. طيب العامل الرابع اللي هو الاخير وانا خليته للاخير لحتى اللي كمل مع الفيديو هو يستفاد، العامل الاساسي والرئيسي بمرحله الانتاج هو التغذيه ثم التغذيه ثم التغذيه. شو معناتها؟ معناتها كالسيوم، معناتها فيتامينات، معناتها معادن، معناتها املاح، معناتها مكملات غذائيه، معناتها مناقيع، معناتها خلطات لادعم طيوري ان كان الذكر ولا ان كان انتاي ولا ان كان بلشت انتاج الانتاي لفت العش، الذكر صار جاهز بدخل الذكر على الانتاي، او اذا الانتاي عندي عم تحط بيض، او اذا الانتاي عندي عندها افراخ. لا تبخلوا على طيوركم بموضوع التغذيه، ما حاشرح عن موضوع التغذيه كثير، بس ولكن ادخل على قائمه التشغيل، في عندكم قائمه اسمها قائمه الخلطات، انا عامل خلطات كثير وعامل مناقيع كثير، فيك تختار من هالمناقيع هاي او الخلطات هاي وتقدمها لطيورك. اهتموا بطيوركم ان كان بالتغذيه، ساعات الاضاءه، درجات الحراره وبالرطوبه لحتى تكون ان شاء الله صحتها سليمه 100% وتاخذ انتاج باذن الله تعالى وفير. كان معكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع، السلام عليكم.